منك رمضان مبارك رمضان. السلام عليكم، الله يحفظكم والله ينجيكم. هذا نهار غزال، هذا فاتح رمضان، يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله. السلام عليكم الحباب ديالين، رمضان مبارك، دخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة. وباش ما تمنيتيو هانتوما كتشوفوا الحباب ديالي، نهير الأول ها حنا كنوجدوا الفطور ديالنا والعشاء، وكتعرفونا حنايا كنوجدوا الفطور هو الأول، موراه عاد تنحطوا العشاء بإذن الله. ودابا الحمد لله الرحمن الرحيم، هذا النهار الأول تيكون مميز بالنسبة لي أنا ولا جميلة. علاش؟ حيت تنعيطوا لوليداتي تبارك الله وصلاة النبي كاملين، تيدوزوا هذه عادة، تيدوزوا عندنا النهار الأول ديال رمضان. وبكل صراحة هادو الشهيوة اليوم كل واحد تنديروا له الشهيوة اللي تيبغي. أييه أيوة. أنا ولا جميلة تنتعاونوا مساء عام. أييه هانسيروا ديالهم الحريرة طبعا هي ديال رمضان، راه هي وجدتها راه كتعرفوا رمضان وهاد الحريرة. أييه وهاد الحوتة هادي إن شاء الله غادي نعمرها، أي حاجة صوبت فهاد الشيء غادي ان شاء الله نوريها لكم. هذه معتبره، هذه هي تكمل الحاجه نوريها لكم واجده، لانه هذا الشيء كله اللي انا غنصوب راني دايراه في القناه ديالي. غير انا دابا مع النهار الاول في رمضان غنوريكم اي حاجه وجدتها نوريها لكم. والله يحفظكم والله ينجيكم، واي حاجه تمنيتيها وبغيتيها نصوبها انا ولا جميله ان شاء الله. يلا خليكم معنا، الله يحفظكم. اول حاجه ما وجدت ها هذه كنسموها مساءه، راني دايرها في القناه حتى هي. هذه مساءه كدير بالبطيطه وبالبدنجال وبالفرماج وبلاصوص ديال المطيشه وبالربيع وبالثومه والكفيته، ملي كطيب ديك الترميله كترمي الكفيته وكترمي الدوره لتحت الفرماج ومن فوق الفرماج باش تجي ملوكه. وتبارك الله عليكم، وهنا وجدت الحريره، باقي الله وجدت الحريره وجدت المساحه. دابا غادي نمشي ان شاء الله نعمر الحوته، وها نتوما معنا وتبارك الله عليكم الله يحفظكم. ايوا ها نتوما كتشوفوا، قلت لكم اللي وجدتها غنوريها لكم. هذه دابا الحوته مشرمله ودايره فيها الرويزه، قلبها معمر بالكروفيت، عمرتها بالكروفيت القلب ديالها. وهادي هذا الحوت كواري، راكم كتعرفوا الحوت كواري ها هو. وهذا بوزروك، هذا انا صوبته ولدي، هذا بوزروك بلاصوص ديالو، وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يعجبكم. خليكم معنا. فاطمه يا هي كتصوب لنا بيتزا. بيتزا ليونا ليونا يلا مرحبا. رمضان مبارك صحة وسلامة، الله يحفظك الله يرضي عليك الله يرضي. انا بعدا جاك النهار جاك؟ لا مزيان والله الحمد لله. بابا عرفتي شنو شرط علينا؟ هذه 3 ايام اللي تعطل يحط 4000، انا جيت في الوقت. لا جا كل شيء في الوقت، حاجه في الطبله واحد الرويحه. اهلا 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 هاي 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 نهار كبير هذا، رمضان مبارك. صحة فطوركم يا حمزة، صحة فطوركم. مرحبا مرحبا مرحبا، صحة فطوركم. أهلا أهلا رشاد، دخل دخل ديري معنا. هذا دزتي دزتي راه أشرف اللي تعطل. لا 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 كل يوم كل يوم الله يسامح الله يسامح الله يسامح. رمضان كريم لك خويا. أهلا 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 يا ربي امين. يا ربي خويا كده يا الله يحفظكم الله ينجيكم
ويدخل هذا يا رمضان عليكم بالصحيحه والسلامه انتم وليداتكم وانتم لي فان ديالنا بغيتكم الصحيحه والسلامه وطول العمر حنا تنبغيكم خليكم معنا. بابا اعتق يلا سير صور اعتق 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 دابا هذا رمضان وانا كنشريها وشبع. وهذا هو المشكل. عرفتي اقسم بالله. الله يعطيك الخير. راه ناعم. حرام عليك. مرحبا بكم. الله يحفظك. مرحبا بكم. طويلة عمرك. هاد الطويلة اقسم بالله انا دائما عند ماما كنت تلف باش نبدا دائما. الله يعطيك الخير. الله يعطيك الخير. الله يعطيك الخير. اللي بغى لافوكا لافوكا. انا بابا. اشرف رابوكا اشرف اولدي ايوا بصحتكم ايوا كي جاتكم الماكله انا اللي صوبت هذه ماما اللي صوبت هذه كل واحد عطانا صوبت هذه هذا يد الله مع الجماعه انا بعد هاد الطويجنات هادو اللي مخليها هي لا سيربريز ديال الطويبيه هذا هذا بزرق بواحد القيله خطيره ما شاء الله خزنها تحت من هذا الكاميرا جابوها انا عندي سؤال اللي محيرني ومطير اللون من عيني اللي هو واش ما حيت ما كنتش انا في الدار واش زعما كاين شي غوات وبابا خرج لا مزار بالله الى اليوم النهار كامل ما كاين لا غوات لا حتى حاجه وكنا في الكوزينه يا كنتنا جانا كيجا في النهار لا صراحه تبارك الله وانا برافو انا غادي نعطي مثل اللي جاي دابا ويعاونوا ما فيها باس يعاونوا عيالات في رمضان يضحكوا وينشطوا باش يدوا في رمضان ثاني غندير لكم ستوري الا ما نديرهم طن لا نديرهم انا ندير واحد الحاجه انا كنقولها وهي مسجله انت وبابا اللي غوت على الاخر مثلا بابا تعصب وهذا انت تعيطي لي غتقول لي باباك تعصب واللي ما تعصبش انت ويا في رمضان كامل داز زوين بحال هذا الثمان الاول عندي ليه كادو في الاخر ديال رمضان بابا انا يمكن ما كنصبرش باك اللي غياخذ الكادو لا حاجة حاجه نقول لهم بلاتي طبعا طبعا قال لكم تا هو كادو انا بصح ماشي كادو اللي في الكادو لا لا والله تي ثاني والله لا بجوجكم ولكن الا اي واحد فيكم المشكل ديال شي حاجه ما ربحتوش انت تبيع هو عصبك ديال بصح باش غتعيط لي باك باك انا الوليدات قولي لنا غالطين بجوج نورمالمون خاصهم يقولوا الى وقع هذا الشيء خاص سفيان اللي ياخذ الكادو انا وبابا وماما في الدار هذه في دارها كل شيء انا اللي تنعيش هذا الشيء كل نهار يعني حتى انا خاصي الكادو معاهم عرفتي انت انت لا تعيط لنا تقول لي بابا راه غوت اليوم ماما راه عاوتاني غوتك اليوم صافي هذا وين بيه؟ تبيعي بيه ما كنغوت لا كنغوت يكون كادو ديالي وانا بدر مسامي بيعي بيه تبيع بيه قول لها ماما كذا ياك مع باك ماشي مع هذا ما حشمتيش تزيد الكادو ديالي انا هذا انت كل لك كادو هذا هاي 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 يلا زيد هذه يلا ماما ايوا تبارك الله عليكم الله يحفظكم الله يحفظكم نديرو في هذا الشهر رمضان هو ان النهار الاول في رمضان وليداتي تيجمع عندي كاملين ولكني ملي تنساليو الماكلة هاد الفطور داكشي تي كل واحد تيقول لك انا جيو عندي عطيوني حتى انا نايير ديالي نهار فلان فلان دابا هنايا تنشوفو الكالندري هنايا نهار الاحد 6 رمضان عند باباي عطي ذاك الاحد الاخر 13 رمضان عندي عند اشرف ايوا والحد 19 لحد 20
عند صالح 20 دابا صالح بغات 27 احنا هاد ال 20 هي ديال صالح. لا انا في ليله القدر دابا هاد ال 20 عند من؟ عند دارنا كل واحد ياخذ في داره صافي حتى واحد حنا في الفانسات. لا لا نهار احد 27 يعني ليله القدر ولا هذا عند صالح صافي. فوقاش تكون في السبت؟ ها شمن نهار الحد الحد حد جاز بيك سبحان الله العظيم حد 27 رمضان ايوا صافي. فوقاش العيد؟ فوقاش العيد؟ العيد لا 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 الله يبعد هذا الحد هذا اللي ورا بعض شنو هنايا شنو ثلاثة ناخذوا في الاربعاء حد ورا توقع ولا نخمي نهار 30 في شهر الاربعاء في الفطور ورا بعض ناخذوا هذا اللي ورا العيد عندي صافي صافي ايوا الله يعطيكم الصحه وان شاء الله الرحمن الرحيم تفرحوا وتنشطوا في هذا رمضان والله يعطيكم صحتكم وانتم كذلك الله يحفظكم والله يجزيكم امين يا رب امين. الله يا امي امتي الله تبارك الله على اتاي ديال امي ولاد ديال نعيمه هذا ولاد نعيمه معروف اتيد نعيمه سبحان الله العظيم ايوا رجعوا مشاو يصليو التراويح خلاونا حنا مخشين هنا وهذا السلو ديال ساره ياك ساره بغات انا هي كل وحده شنو جابت لي اليوم الفطور حتى هي جابت لي لي طاقت لي طاقت جواعري ايوا بصحتكم يا ربي امين يا ربي يا امي يا ربي انا جيت عند امي نشوفها صحتكم الله يحفظك يا لاله جميله صحتكم اي اي هانا ما شاء الله هذا المجمع كامل تيتسنى ها ايوا سيدنا محمد اللهم صل الله يحفظك انا عرفتي شنو انا كنقول تحيه للناس ديال الجاليه فين ما كانوا لانهم فاش كيشوفوا هذا الشيء وهاد الحطه ديال ماما وداك الشيء كلهم صراحه قسما بالله الا حاجه اخرى راه الطيابه الا قالت لهم تخيلوا معايا الا دارت جوج تومات كتقولها لكم ملحه كتقولكم هذا الشيء كله حطاه في لاشين ديالها والله الا جيتوا تطبقوا داك الشيء اللي كدي غادي يخرجكم فطعه تيجي له حنا بناتها والله الا كندخلوا وهي هي حتى فاطمه الزهراء وصايه تيجي ولكن اللي صعيب ومسكينه من الصباح وهي كطيب تعاوننا معنا تعاوننا تعاوننا كلنا كلنا سفيان وفائزه وكل شيء الله يعطيها الصحه الله يعطيها ما يطعم من طعامنا ويسقي من سقانا امين امين الله يعطيك الصحه والصحه والسلامه شوف هذا الشيء بحال داك الشيء اللي فراسي شنو انت اوي اراضي اجي واش ذبحتي شي حاولي بلا خبايتي واش ذبحتي شي حاولي بلا خبايتي هذه الدوار باش داش تغسلوا الله يحفظكم ويخليكم ليدي جميعا امين امين احسنكم ايوا اش غنقول لكم تبارك الله عليكم ولله يخطيكم الله يحفظكم لينا ورمضان مبارك سعيد صلوا على النبي هذه الشيوه ديال الوليدات انا ودابا تخيلوا معايا انا شنو درت شنو درتي انا خديت دجاج اييه باش غناكل بيض كنديها انا مدفونه السفه مدفونه تبارك الله عليكم شكون اللي بغى السفه مدفونه بحال هذا هادشي خاطر وما يمشي لي هذا الصحه صحه وسلام يا ربي امين الله يعطيك الصحه والله يخليك لنا ما يمشي ومحلاه مجمع الله يحفظكم ليلي والله يخليكم على خير هكا ولله تبارك الله عليكم كل شيء تيقول لك الله يعطيك صحتك ورمضان يكون عليكم الصحه والسلامه ايوا كلو ما ينساوش الحباب ديالي راني اللي حطيته كنوري لكم وتبارك الله عليكم وعليكم على الانستغرام ديالنا انا يلا باي باي مع السلامه